أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، حيث ذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها قبل لحظات أن الجيش الكويتي تمكن بالفعل من انتشال جثمان المواطن سعود فيصل المسلم في منطقة أرياج الدرر جنوب شرقي البلاد من قبل سفينة تخص الجيش الكويتي. الوزارة تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى القوة البحرية في الإدارة العامة لخفر السواحل والعمليات المركزية وشركة نفط الكويت وفرق الإنقاذ التطوعي والإنقاذ البحري وجهود أشقائنا أيضا في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكافة الجهات التي تطوعت وساهمت في مساندة الجيش الكويتي ووزارة الداخلية في العثور وانتشال جثمان الفقيد سعود فيصل المسلم. هذا وترفع الوزارة خالص العزاء إلى أسرة الفقيد وإلى الشعب الكويتي، داعية الله يتغمد الفقيد بواسع رحمته، إن الله وإن إليه راجعون. وحول هذا الموضوع ومزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة اللواء ركن بحري خالد أحمد الكندري، أمر القوة البحرية بالجيش الكويتي. سعادة اللواء خالد، هل لك أن تطلعنا يعني على تفاصيل العثور على جثمان الفقيد ومدى الصعوبة خلال هذه الأيام في البحث عن هذا الفقيد، وكان هذا بحث مضنيا من قبل جميع الجهات التي شاركت في هذا الموضوع؟ تفضل سعادة اللواء. كنا نجري اتصالا هاتفيا مع سعادة اللواء ركن بحري خالد أحمد الكندري أمر القوة البحرية بالجيش الكويتي، وسوف نستطلع من القوة البحرية بالجيش الكويتي ما هي تفاصيل العثور على جثمان الفقيد سعود فيصل المسلم والذي عثرت عليه سفينة تخص إدارة الخفر السواحل والقوة البحرية بالجيش الكويتي، حيث ذكرت الإدارة في العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها أن الجيش الكويتي تمكن من انتشال جثمان المواطن سعود فيصل المسلم في منطقة أرياج الدرر جنوب شرق البلاد. الوزارة تتقدم بخالص الشكر مع جميع الجهات التي ساهمت بشكل تطوعي. وبالعودة مرة أخرى إلى الاتصال الهاتفي مع سعادة اللواء ركن بحري خالد أحمد الكندري أمر القوة البحرية بالجيش الكويتي. سعادة اللواء، هل لك أن تسمعنا بشكل واضح وتطلعنا على تفاصيل العثور على جثمان الفقيد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتقدم بخالص التعازي لذوي الفقيد، وإن شاء الله يحسب من الشهداء، والله يلهمهم الصبر على فقيدهم. نعم. طبعا فور تلقي القوة البحرية البلاغ تم إرسال عدد 4 زوارق وفريق من الغواصين المحترفين في القوة البحرية وسفينة المسح البحري في منطقة البحث عن الفقيد. وشارك في البحث طبعا الإدارة العامة لخفر السواحل والإنقاذ البحري وشركة نفط الكويت، وأيضا لا ننسى أن شاركت عدد أربع سفن من البحرية الأمريكية وقوات البحرية السعودية وحرس الحدود السعودي، وطبعا الكثير من الشباب الكويتي من المتطوعين. وتم العثور على جثمان الفقيد اليوم الساعة 51 دقيقة شمال الريق 8 ومسافة تقريبا 3 كيلو. هي مسافة، عفوا سعادة اللواء ركن، مسافة 3 كيلو من الموقع الذي كان متواجدا فيه الفقيد قبل اختفائه، ابتعد ما مسافته 3 كيلومترات جنوبا، صحيح؟ صحيح. هذا يدل على أن هنالك شدة في التيارات المائية في هذه المنطقة. ما سمعت سؤالك، إذا ممكن مرة ثانية. هل هذا يدل على أن هي منطقة تيارات بحرية مسافة 3 كيلومتر، هل هي مسافة طبيعية؟ هل هي نتيجة لوجود تيارات مائية أدت إلى عدم تمكن الفقيد، على الرغم أنه يقال بأنه يعني غواص ويتمتع ولديه الخبرة في مجال السباحة؟ صحيح أن المنطقة هذه منطقة تيارات، وخاصة أن الوقت هذا كان وقت الحمل، ووقت الحمل هذا دائماً التيارات تكون قوية في المنطقة هذه، وخاصة أن الأعماق
كبيرة بالمنطقة، توصل في بعض المناطق المواقع إلى 50 متر تقريبا. بالنسبة للمعلومات، يعني نستطيع أن نقول بأن المعلومات الأولية أو المؤكدة من قبلكم بأن ما تعرض إليه الفقيد في هذه الحادثة هو اختلال في التوازن أم عدم القدرة على مقاومة شدة التيارات المائية مما أحدث فقدانه وبالتالي تسبب في غرقه؟ طبعا معلوماتنا الأولية وعلى حسب خبرة الغواصين عندنا نعتقد أن الفقيد طبعا كان في حالة صيام وتعرض لحالة إغماء خلال غوصة لأكثر من مرة في المنطقة هذه. الحالة هذه معروفة عندنا، احنا نسميها قفوة الغواصين، وهي بسبب نقص أكسجين في الرأس. وبعد الإغماء طبعا تعرض لحالة الغرق في بنفس الوقت. اللواء ركن بحري خالد أحمد الكندري، آمن القوى البحرية بالجيش الكويتي، الآن ما هي الإجراءات التي سوف تتم بالنسبة لهذا الموضوع؟ هل تم تسليم جثمان الفقيد سعود فيصل المسلم إلى الإدارات المعنية لاستكمال بقية هذا الموضوع؟ اي نعم، الحين احنا بانتظار طبعا السفينه توصل لقاعده محمد الاحمد البحريه، وموجودين عندنا هنا الاخوه من وزاره الداخليه ومن ذوي الشهيد موجودين عندنا في القاعده. طبعا الادله الجنائيه راح يستلمون الجثمان، وبعدها راح يطلعون ان شاء الله تصريح بدفن الفقيد. هل هنالك من نصيحة بصفتك يا اللواء ركن بحري خالد أحمد الكندري آمر القوى البحرية بالجيش الكويتي، هل هناك نصيحة بأن هل هذه المنطقة أساسا هل هي يعني تصلح لممارسة رياضة الغوص أو ممارسة هذه الهواية بعيدا كل البعد عن المناطق الساحلية لدولة الكويت؟ طبعا من المهم جدا أن الشباب وخاصة الغواصين لما يكونوا يغوصون في المناطق هذه لازم يعرفون طبعا الإجراءات الأمنية بالنسبة لهم مهمة جدا، وبالذات عند الغوص، واحتياطات الأمان لازم تكون عند الغواص وأيضا في قارب الغواص. يعني من المهم جدا أن أي قارب يطلعون في مناطق البعيدة لازم تكون في أجهزة اتصالات بحيث أنه يسهل الاتصال بالإدارة العامة لخفر السواحل أو القوة البحرية في حال وقوع أي حدث عندهم، خاصة أن المناطق البعيدة هذه تكون ما فيها سيرفس بالنسبة للتليفون. نعم. وأيضا الغوص لازم يكون الغوص طبعا بأوقات محددة تكون بعيدة عن وقت التيارات القوية، ولازم إجراءات خاصة بالغوص، أن من غواص يقصون مع بعض نفس الوقت يكونون جراب من بعض، إجراءات الأمان هذه لازم تكون موجودة عندهم. سعادة لواء ركن بحري خالد أحمد الكندري آمر القوى البحرية بالجيش الكويتي، جزيل الشكر على كل هذه الجهود المضنية، إنما تشكل وحدة وتلاحم لأبناء الكويت الواحد، وخاصة بأن هنالك الكثير من الجهات التي سعت من أجل محاولة إنقاذ الشاب الفقيد. نسأل الله لأهله الصبر والسلوان، وعظم الله أجور أهل الكويت بهذا المصاب. جزيل الشكر لك سعادة اللواء ركن بحري أحمد. إذا تسمح لي بس، نعم. أنا حبيت أوجه الشكر الخاص جدا للشباب الكويتي اللي فعلا شفت فيه أنا التلاحم والفزعة، وهي طبعا ما هي غريبة للشباب، تواجدهم كانوا بكميات كبيرة جدا وبفترة صيام وبقوارب صغيرة، يعني كانت فعلا يعني نموذج ممتاز للتلاحم ما بين الشعب الكويتي. هذا ما جبل عليه أهل الكويت. جزيل الشكر للواء ركن بحري خالد أحمد الكندري آمر القوى البحرية بالجيش الكويتي. مشاهدينا، نسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه، وعظم الله لكم هذا الأجر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وصلنا معكم إلى ختام هذا الخبر العاجل، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.